حذر الله سبحانه وتعالى أهل الأرض من أخذه الوبيل ومن قهره الذي يأتيهم من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا يتوقعون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما رأيت قوما يلعبون في وقت الضحى أو يشاهدون اللعب في الشاشات إلا انتابني رعب شديد من هذه الآية، وإنما هي مثال، فالأوقات كلها لله وهو الذي يسيرها ويدبرها كيف يشاء، فليس الأخذ مختصا بوقت دون وقت، وإنما ذكر هذان الحالان لما فيهما من غفلة الناس عن الله في وقت إقبالهم على النوم وإدبارهم عن أشغالهم، فإنهم يسلمون أرواحهم لله جل جلاله على فرشهم، وفي ذلك الوقت يغفلون عن الدنيا وما فيها، فلذلك جاء التهديد فيه أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون في أضعف أحوالهم وأعجزها، ليس لهم سبب للدفع ولا للرفع، لا يدفعون عن أنفسهم ولا يرفعون شيئا وقع عليهم في هذا الحال، بياتا وهم نائمون. والحال الثانية هي حال الضحى عندما ينشغلون ويغرقون في أعمالهم، وسمى الله مكاسب الدنيا وأعمالها لعباً، وذلك لأن الدنيا جميعاً إنما هي لهو ولعب، فالذين يدخلون إلى مكاتبهم أو متاجرهم أو أسواقهم أو غير ذلك كلهم يلعبون، فإنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فلذلك قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. فإذا جاءهم بأس الله سبحانه وتعالى فحينئذ لا دافع لذلك البأس ولا راد له سبحانه وتعالى.